صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقول: فهل يفهم من هذا الحديث أن الذي لا ينكر المنكرات ينتفي منه الإيمان فيكفر؟ نعم، بلا شك من اللي ما ينكر المنكر بقلبه أنه ما في قلبه إيمان، قوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولذلك المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، لأنهم ليس في قلوبهم إيمان. فهذا الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا منافق، هذا والعياذ بالله منافق، لأنه لو كان في قلبه إيمان ولو ضعيف لأنكر المنكر ولو في نفسه. نعم.